تعالوا نشوف عندنا ايه بقى الكوسة ازاي هنعملها. بسم الله، اشغل هنا، اجيب عندي كوسة اقطعها شرايح، عندي بصل جوانح، عندي معلقتين اتنين صلصة، عندي طماطم شرايح، وعندي زعتر، وعندي ملح وفلفل، ملح وفلفل، تمام. وبعد كده ببدأ اجيب عندي الصوص بتاعنا البشاميل اللي انا هعمله عندي على البارد كله مع بعضه، الزبدة مع الدقيق معلقتين ومعلقتين دقيق. وبعد كده ببدأ ان انا احط معاهم نص مكعب مرق، بجيب جبنة كريمي بتدي طعم حلو جدا او كريمة طهي. وبعد كده ببدأ ان انا اجيب عندي 3 ارباع من الحليب بتاعنا، ولو ربط معانا ملح والفلفل، ولو ربط معانا ما ربطش معانا ببدأ ان انا ازود معلقة زبدة ومعلقة دقيق. الموضوع بسيط جدا وسهل، او معلقة دقيق وشوية زيت ونربط الخليط ده مع بعضه، هيبقى ان شاء الله تمام وما فيهوش مشكلة. يعني مش شرط ان انا اعمل زبدة ودقيق تاني على النار، لا، ممكن اجيب معلقة دقيق كده واقلبها بشوية زيت واربط بيها الخليط بتاعنا. اول حاجه طبعا بقوم واخد عندي الزيت بتاعنا، زيت الزيتون، زيت الزيتون حاجه حلوه جدا، ماشي. بعد كده نقوم واخدين عندنا البصل، ويا ريت البصل نقطعه شرايح رفيعه جدا على قد ما نقدر، جميل. اقوم واخد عندي البصل ونبدا ان احنا نشوحه مع بعض، ويا ريت البصل زي ما اتفقنا يكون رفيع جدا. الكوسه بقطعها عندي شرايح، وما نستعجلش بقى على الكوسه ونسيبها براحتها خالص، انا باخد عندي الفراخ بتاعتنا ونظبطها، الدجاج اللي عندي، ونبدا ان احنا نتبله مع بعض. هجيب عندي البوله، هجيب عندي صدرين اتنين من الدجاج، اقطعهم عندي مكعبات صغيره واظبطهم كده بالتتبيله بتاعتنا. عباره عن ايه بقى التتبيله؟ حط عندي شويه من البهارات، تمام. بعد كده بقوم حاطط عندي ميه بصل، بقوم حاطط عندي التتبيله قدام حضراتكم يا جماعه، تمام. ميه بصل وعصير اناناس، اوعي تستغربي من عصير الاناناس، يعني بلاش ايه استغراب، عصير اناناس على الدجاج حاجه تانيه خالص، وجربيه وشوفيه هيبقى عامل ازاي. جيبي عصير، علبه عصير اناناس كده صغيره، وجربي وشوفي الطعم هيبقى عامل ازاي، هتلاقي الطعم مختلف تماما. شويه فلفل اسمر، احنا مش بننام بقى ونقول ايه، لا والله، طب ايه رايك لو نحط، لا يا جماعه الحاجه دي بتبقى احنا مجربينها فما بتلاقيش في اي حاجه، وعارفين الطعم بتاعها ان شاء الله يفرق معاك. لو احنا مش عارفين الطعم ده هيناسب الذوق المصري او الذوق العربي، مش هنضيف. فعصير الاناناس فعلا مع الدجاج بيدي طعم محترم جدا خصوصا في التتبيله. بعد كده بقوم واخد عندي شويه معجون طماطم صغيرين مع الملح والفلفل والبهارات وعصير الاناناس، وندي ايه في التتبيله. بص التتبيله اللون بتاعها بقى عامل ازاي، تمام، دي اللي احنا هنعملها للكوسه بتاعتنا اهو. نقدر نشويها على فكره، الدجاج ده على فكره نبدا نجيبه ممكن نعمله شيش، تمام. اللي عندي صدور الدجاج زي ما اتفقنا اللي احنا تبلناها قدام حضراتكم اهيت، تمام، ما شاء الله التتبيله رائعه. ونسيبها حوالي 10 دقائق ولا 5 دقائق ونبدا ان احنا ناخدها ونبدا ان احنا نشوحها. طيب الكوسه براحتها خالص، طب نديها ايه بقى النكهه بقى، ونديها النكهه الحلوه، شويه من الزعتر الفريش او زعتر ناشف كله شغال، وشويه فلفل اسمر، وشويه الملح، وكل ده مع بعضه يتشوح، واسيبها ايه تطبخ على النار، ما استعجلش عليها خالص.
يعني انا عايز تسويه بنسبه 90% ليها. طيب هنا بقى بعد كده نقوم واخدين عندنا شويه زيت صغيرين، وابدا اسقط عندي الدجاج في الطاسه الثانيه. بس اهم حاجه في الموضوع ان احنا ما نكترش الصدور او الدجاج اللي انا هدخلها في الطاسه، لان الطاسه سخنه وانا محتاج الدجاج ما يبقاش نزل الميه بتاعه عشان ما ينشفش. فواحده واحده ونوزع كده. ايوه كده، لازم تسمع الموسيقى كده. انت جميل يا حمدي. انا مش هسيبك بعد الهواء. تمام. يبقى كده لما نيجي ننزل اي حاجه على طاسه سخنه، كلام مثلا للبنات اللي لسه بيتعلموا الجواز، بص ستات البيوت امهاتنا دول ما شاء الله عليهم، لكن في بنات بيجي يعملوا الحاجه يقوموا مدخلين الحاجه كلها مره واحده في الطاسه، فتلاقي الميه اللي فيها نزلت اللي في اللحمه نفسه. فانت تخلي بالك تحطي الحاجه واحده واحده، الطاسه تكون سخنه معاكي، ما تبقاش سخنه قوي عشان لو انت نزلت اي حاجه سايله ممكن الله لا يقدر تطلع نار. فانت تخلي بالك من الموضوع ده، يا دوبك سخنه حاجه بسيطه وتنزلها واحده واحده عشان الطاسه ما تبردش. طيب تعالوا هنا نعمل ايه، والكوسه شغاله كده، نقوم مدينها طماطم شرايح، معلقه صلصه، ريحتها تجنن، ريحه الكوسه جميله قوي خصوصا بعد ما حطيت ايه الزعتر. تمام، ونقلب الخلطه دي كلها ايه مع بعضها. جميله خال جميله. نقوم واخدين عندنا الدجاج عندي بعد ما هيبدا ياخد يخش عندي في التسويه، ببدا ان انا اديله التقليبه. عشان هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اخد عندي هنا في الحله اللي عندي دي، احط عندي دقيق، الحليب ثلاث ارباع، وبعد كده في الحله هنا الثانيه دي اقوم عامل الزبده مع الدقيق، هبدا احورهم. ادي الزبده، معلقتين اتنين من الزبده، اسيحهم وابدا احط عندي معلقتين اتنين الدقيق. وان شاء الله بعد الفاصل هنبدا بقى نشتغل ايه في الجرنش، ونبدا نركب اول حاجه الطاجن ده نخلصه. حطينا الزبده، معلقتين زبده ومعلقتين اتنين من الدقيق، وبعد كده حطينا الحليب على النار بعد ما تقل معايا بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. بقوم واخد عندي معلقتين اتنين من الجبنه الكريمي، ممكن تحطها بطعم الجبنه الشيدر على فكره بتدي طعم حلو قوي. وبعد كده بحط ربع مكعب من المرق عليها. جميل. وبعد كده بقوم ايه مديها تقليبه كده مع شويه الملح، وطبعا اللي عايز يحط فلفل ابيض يضيف فلفل ابيض يكون افضل عشان ما يعني نحافظ على الشكل الحلو اللي خاص بالبشاميل بتاعنا. طيب ما يبقاش لونه غامق يعني. تعالوا ناخد الدجاج بتاعنا يا خال، ونروح فين؟ عندي على الكوسه اللي احنا ادينا لها ميه سخنه واستوت عندي بنسبه 90%. طب والباقي بقى هيبقى على ايه في الطبق بتاعنا، طبق راكل محترم، ونحط عليه البشاميل وناكل احلى شويه كوسه بالفراخ. طيب تعالوا ناخد عندي الكبشه اللي احنا بنستخدمها، تمام. بص بقى الجمال، حطها في طبق راك. طب الطبق ده بيخش الفرن؟ اه طبعا بيخش الفرن عندنا. اتفضلوا معانا كوسه، دي الكوسه اللي احنا عملناها نقدر نعملها باللحمه او نقدر نعملها بالفراخ. طيب بعد كده بقوم جايب عندي الصوص الابيض واطباق راك زي ما اتفقنا. الطبق ده طبيعي 100%، يعني الماده المصنوعه منه البورسلين طبيعي 100%، فبيخش فرن معالج للصدمات الحراريه، ممكن حضرتك تطلعيه من الثلاجه على طول على الفرن مش هيحصل له اي حاجه خالص. الناس زي ما اتفقنا اللي اشتروه بفضل الله قالوا ده تمام ما فيهوش اي مشكله، وانا عايزك تهيني الطبق في الشغل ومالكيش دعوه، لو في اي حاجه احنا مسؤولين نرجعه. فالطبق فعلا محترم جدا، وتشتغليه في الفرن حطيه على البوتاجاز مش هيحصل له اي حاجه. ناخد عندي الصوص الابيض، تمام، احلى شويه كوسه بشاميل. وبعد كده نقوم واخدين ايه معايا انتوا بقى الجبنه الموتزاريلا اللي هي عليها من فوق او الجبنه الشيدر، تمام.
وبعد كده نبدأ شوية جبنة، والطبق زي ما اتفقنا يخش فين؟ في الفرن. اكتر من نقشة، ممكن تلاقي اكتر من 20 30 40 نقشة، في طبق مثلث، في طبق مربع. بص هو يعني مخاطب كل الاذواق بصراحة، راك من الشركات الجميلة بجد الاماراتية الصنع اللي مخاطبة كل الاذواق، وعلى فكرة طبق صحي 100%. يعني ايه صحي يا جماعة؟ يعني هو يعني الاطباق اللي عندنا مش صحية؟ لا احنا ما قلناش كده، بس بكلمك في ايه صحي. اللي الطبق ده لو انت جبت سكينه وكلت بيه شوكه وسكينه مش هيحصل له خدوشات، والخدوشات لما نيجي نشوفها بنلاقيها عامله بكتيريا، لا خطوط سمراء كده او سودة في الطبق نفسه. ده جيبي اي شوكه اي سكينه اي حاجه خشنه او اي معدن مش هيحصل له اي حاجه، تقدري تستخدميه على البوتاجاز وتدخليه الفرن ولا يبقى برضه يبقى فيه اي مشكله. وده اللي احنا بنعمله قدام حضراتكم على الهواء عشان يبقى فيه مصداقيه واحنا شغالين في الطبق نفسه. طيب تعالوا بقى نشوف. هجيب عندي الصاج او جريلا زي دي مثلا، تعالي بقى كده عندي الاطباق راك الجميله ديت، وندخل عندي الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، لحد ما تكمل التسويه بتاعتها. ودي الاطباق الراكهات الجميله بتاعتنا اللي احنا عملنا فيها الحاجه، تعالوا اقدمها لكم. بص شوية كوسة بالبشاميل، عنب، لوز اللوز اهي ما شاء الله. بص الخبطة دي المفروض اي طبق تاني لسه طالع من الفرن يتكسر. لا اطباقنا ما بتتكسرش بقى، لا مش ما تتكسرش اللي انت تخبطيها، لا بس هي ما شاء الله بتتحمل حاجة محترمة جدا. قدام حضرتك الطبق لسه طالع من الفرن اهوت، والبشاميل وكل حاجة تمام.